شوف يا اخي الكريم، دابا خصنا نفرقوا بين الـ بين الـ بين الـ بين الامور، بين المسار الرسمي، المسار الدبلوماسي والاخبار الزائفه. دابا اعداء الوحده الترابيه يعني منهار من الاعتراف الامريكي، والجزائر واسبانيا والدول الاوروبيه كانوا يمنون النفس بانه امريكا تراجع على القرار ديال الرئيس السابق ترامب. فهذاك الشيء احنا بالنسبه لنا هي اخبار زائفه، لانه الموقف الامريكي اولا ما تغيرش. احنا تنقولوا بانه بالعكس، ان المقاربه ديال مجلس الامن وديال المجتمع الدولي هي مقاربه بغض النظر على الاعتراف الامريكي. الاعتراف الامريكي بالسياده ديال المغرب هذاك 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 تحصيل حاصل، يعني انه في الواقع ان امريكا هي مع المقترح ديال الحكم الذاتي تحت السياده ديال المملكه المغربيه. اذا امريكا، الاعتراف الامريكي ها هو كاين، ولكن المغرب ولا امريكا هناك مجتمع دولي، هناك مسار في مجلس الامن، هناك قرارات ديال مجلس الامن، كان القرار ديال ذاك العام 2548 ديال قرار مجلس الامن اللي جا قبل من ملحمه الكركرات في 31 ديسمبر 31 اكتوبر 2020، قرار 2548 اللي تيكرس المقاربه ديال المغرب كذلك. وجا القرار المفصلي ديال 2602 اللي غادي في نفس المسار وفي نفس الطرح ديال المملكه المغربيه. احنا تنقولوا بانه، والبارح كذلك، انه في زياره ديال السي بوريطا لامريكا مع وزير الخارجيه الامريكي، فامريكا قالت بان هي تتايد المقترح المغربي ديال الحكم الذاتي وانها تتعترف كذا. اذا هذا بالعكس، هذا هو اكبر دعم للقضيه الوطنيه، لانه حنايا الهدف ديالنا هو ان المجتمع الدولي ومجلس الامن والامم المتحده، يعني هي هذا يعني بالطرح متيكون يعني ان القضيه هي مطروحه في مجلس الامن اللي هو اكبر هيئه اللي عتقرر في هذا الملف هذا. وحنا كاع هذا القرار ديال مجلس الامن خصوص 2602 هو في صالح المغرب، وتتأيد امريكا والصين وبريطانيا وفرنسا، يعني في مجلس الامن الاعضاء الدائمين في مجلس الامن. اذا بطبيعه الحال هناك اخبار زائفه في الجزائر والبوليزاريو، وكذلك بعض وسائل الاعلام ديال اسبانيا تيحاولوا يبينوا بان هناك مشكل في الاعتراف الامريكي. بالعكس، هو امريكا هي حليف استراتيجي، وهناك سياق ديال العلاقات الدوليه، خص الانسان يتفهم هذا السياق هذا وكيفاش تقنع المجتمع الدولي. هكذا تتسدد الملف، ولكن بطريقه قانونيه وفقا للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الامن. حيت الملعب فين تتلعب القضيه هو ملعب واحد، هو مجلس الامن، ماشي في وسائل الاعلام ولا في المجتمع المدني ولا في الاتحاد الافريقي يعني هناك سلطه امميه هي اللي مخوله لها باش تحكم في هذا الملف. احنا عندنا جميع الحمد لله عندنا ربحنا في هذه القضيه هذه، فنخلي المجتمع الدولي هو اللي يقرر. اذا بالعكس، بانه امريكا والمغرب غاديين في تحالف استراتيجي كبير، لانه كاين تحديات كبيره ديال الارهاب والجريمه المنظمه والعصابات اللي تنشط في الساحل جنوب الصحراء، وكذلك هناك المد والتحرك يعني المريب ديال ايران وديال حزب الله، وكذلك التحرك ديال روسيا ولوك العصابات ديال الفانغرز اللي تيجيو حتى هما تينشطوا في مالي والميليشيات. يعني ان هناك اخطار كبيره، والمغرب بالعكس انه العلاقات بين امريكا تتبوء المغرب واحد المكانه قويه في حفظ السلم والامن والاستقرار في هذه المنطقه. يعني انه المغرب فضل هذا الوضع الجيوستراتيجي ديالو ولات عنده مسؤوليه كبيره في هذه المنطقه هذه، اللي ولا عندها واحد الدور جيوسياسي كبير، لان منطقه جات في وسط العالم بين امريكا والصين، يعني واحد الدور كبير. وحنا هذا هو الدور فين غادي المغرب، لان مغربيه الصحراء ما بقيناش نتناقشوا فيها. دابا حنا الوضع الجيوستراتيجي والتحالفات اللي العالم الغد اللي بين امريكا والمغرب
وإسرائيل والدول الصديقة بحال بريطانيا وأستراليا و... يعني أنه المغرب ماضي بواحد الهدوء، واحد الرزانة، واحد يعني بواحد أن المغرب يعني فاهم السياق الدولي ديال العلاقة الدولية وغادي في الطريق الصحيح ديال الدول المجتمع ديال الدول المتنورة، الدول اللي بغات أنها تكون عندها واحد القوة جيوستراتيجية من أجل دائما السلم والاستقرار والرفاهية. إذن هذيك الامور ديال الاعتراف امريكا ماشي اعتراف، هذه غير مسائل ديال اعداء الوحده الترابيه ديالنا والبوليزاريو والجزائر واللي تيحاولوا يمنيوا النفس بانه كاين هناك مشاكل بين امريكا والمغرب. بالعكس، امريكا هي حليف استراتيجي للمغرب، وكذلك المغرب هو قوه لانه هو الاول بوابه ديال افريقيا، وعيكون عنده واحد الدور كبير في العمق الافريقي، لان افريقيا كذلك تتعرض هي الكثير من المشاكل وكثير من التحديات، منها تحديات ديال كذلك المشكل ديال المياه، المشكل ديال الجفاف، المشكل ديال التنميه، المشكل ديال الجوع، المشاكل ديال الارهاب، المشاكل ديال التجاره في البشر، الهجره السريه. يعني كاين هناك وكذلك بعد المشاكل ديال كورونا والتداعيات الاجتماعيه والاقتصاديه الخطيره. فبالعكس انه التحالف بين المغرب وامريكا هو تحالف ديال العالم الغد، تحالف اللي تستاهلوا المغرب، والمغرب اصبح قوه مهابه الجانب، قوه جيوستراتيجيه اقليميه مهابه الجانب، وهذا هو اللي تطمح له المغرب، وان شاء الله احنا غادي في الطريق الصحيح. العلاقات بين المغرب ودولة إسرائيل هي علاقات استراتيجية مهمة بالنسبة للجانبين، يعني أنه هذه العلاقات هي تاريخية، والمغرب عنده الحق كما قلنا في إطار ضمان السلم دياله وضمان الأمن دياله وضمان السلم الاجتماعي دياله وضمان المكانة دياله وسط واحد المحيط إقليمي غير مستقر، محيط إقليمي فيه أخطار كثيرة. المغرب خصو من حقنا حنايا كمغاربه وكدوله اننا نحفظوا الامن الاستراتيجي ديالنا والامن ديال المغاربه ديالنا. العلاقات بين المغرب واسرائيل الدور ديالها هو ان المغرب يكون من اجل السلم كذلك، ومن اجل باش ندوزوا واحد الميساج، وان المغرب عنده جميع الامكانيات باش يدافع على الوحده الترابيه ديالو. حنايا ماشي تنديروا مع اسرائيل باش نهاجموا الجزائر ولا باش نهاجموا اسبانيا ولا باش نهاجموا موريتانيا ولا باش من اجل الهيمنه. المغرب تيخدم لانه بغى يحفظ الوحده الترابيه ديالو، لانه بعد يعني التطورات الاخيره بينت بان المغرب اصبح قوه جيوستراتيجيه، والناس عيحاولوا يديروا جميع الامكانيات باش يخلقوا لنا المشاكل وباش يبقاو يخليونا مقسمين وباش يخلقوا لنا المشاكل الاقتصاديه والمشاكل الاجتماعيه، يعني ان هناك واحد المخطط جهنمي من القوى الاقليميه كما قلت، واللي ما بينش هاد يعني انه علاش المغرب ما يديرش علاقات مع اسرائيل، علاقات عسكريه، والجزائر علاش هي تمشي تدير علاقات استراتيجيه مع ايران ومع حزب الله ومع الدول المارقه. الجزائر دائما نهار تخلقات وهي تدير في تحالفات استراتيجيه ضد المغرب، وكذلك علاش اسبانيا هي تدير تحالفات مع اوروبا، وعلاش تدير مناورات كذلك مع ايطاليا باش يكون عندهم واحد في اطار الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي. فكل دوله تتقلب باش تحصن الامن الاستراتيجي ديالها والامن كذلك الاقتصادي ديالها. فالمغرب عنده الحق لانه باش تفرض، لانه السلم تجيبوا القوه العسكريه والقوه الجيوستراتيجيه. اذا احنا ترحبوا بهذا التحالف الاستراتيجي بين اسرائيل والمغرب في صالح البلدين، وفي صالح ان شاء الله في صالح بالخصوص في صالح السلم وبالخصوص في صالح الرفاهيه ديال المغاربه. والمغرب من حقه انه يولي قوه عسكريه تصنع السلاح، احنا خصنا نصنعوا السلاح المتطور. المرحله القادمه المغرب خصو يكون عنده الاكتفاء الذاتي في السلاح المتطور
كما أوروبا تتقلب باش يكون عندها اكتفاء ذاتي في السلاح المتطور باش تحمي الحدود ديالها وتحمي السكان ديالها وتحمي المواطنين ديالها، حتى المغرب عنده الحق يقلب على تحالفات باش يكون عنده السلاح المتطور وتكون عنده القوة الجيوستراتيجية باش يكون عنده الرفاهية باش يكون هو حصن ديال السلم وديال الاستقرار في هذه المنطقة من العالم اللي تتعرف مشاكل خطيرة. ولا قدر الله يعني ما بغيناش نوصلوا لانه الجزائر دابا اصبحت تعاني مشاكل كثيره، لا يكون عندها تكون عندها تطورات يعني سلبيه على السياق الاقليمي، والمغرب خصو يكون موجود لجميع الخيارات باش يدافع على الحدود ديالو ويدافع على الصوره والقيمه ديال المغرب في هذا العالم هذا المتوتر. لا المهم هناك كاين انا مثلا ما عنديش سميتو كما تنقولوا يعني معطيات كثيره على قبل اتفاقيات، ولكن هناك اتفاقيات عسكريه مهمه وكذلك دعم لوجيستيكي ودعم عسكري وتبادل ديال الخبرات وتبادل ديال الافكار وكذلك تبادل ديال يعني التبادل تعاون مخابراتي وتعاون عسكري وتعاون اقتصادي وتعاون لوجستيكي كذلك. اذا هذا هو العموم ديال الاتفاق، يعني انه احنا تنقولوا بانه غيكون هناك مقاربه رابح بين 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 المغرب واسرائيل. وما ننساوش بانه اسرائيل فيها واحد الجاليه مغربيه تقريبا مليون ديال المغاربة من أصل مليون إسرائيلي من أصل مغربي تعيشوا في إسرائيل، وما واحد السفراء القضية الوطنية وسفراء صورة المغرب والمكانة المغرب في عالم ما تآمن غير بالقوة وتآمن بالإعلام وتآمن بالمقاربة الاقتصادية والتنموية. إذا هذا هو اللي غيكون إن شاء الله بين المغرب ودولة إسرائيل. يعني انه ملي تنشوفوا هذا السياق اللي كاين دابا فكذلك غيكون تعاون فيما يخص التنقيب على الغاز وعلى مصادر الطاقه وكذلك في التعاون في الميدان الفلاحي وفي الميدان الصناعي وفي الميدان ديال الطاقات المتجدده. هناك افاق واسعه للتعاون بين المغرب واسرائيل، وهذا الشيء هذا تيبين بانه المغرب يستحق هذه المكانه، وان شاء الله بلادنا غيكون عندها واحد الدور كبير تحت القياده الرشيده ديال جلاله الملك نصره الله واياده فيما يخص الموقع ديالها في البحر الابيض المتوسط وفي شمال افريقيا وفي افريقيا عامه. دابا شوف يا اخي الكريم، حنايا دابا الامور تتمشي، هناك اولويات، يعني الحمد لله حنايا تنظن بانه مستقبلا غتكون هذه الخطوه هذه. دابا حنا ماشي المهم هو العمل، هو الاتفاقيات، هو تفعيل العمل. المغرب ماشي من النوع اللي تيبقى يعني حنا تنخدموا بهدوء وتنخدموا طريق السيار واضح للتعاون، وان شاء الله يعني مستقبلا غيكون تكون القنصليه ديال اسرائيل في الاقاليم الجنوبيه، والاقاليم الجنوبيه كلها اوراش للدول الصديقه والدول باش تجي تستثمر. فالمهم هو انه يعني خصنا نعطيو شويه بعض المرات الوقت للوقت، يعني خصنا العلاقه الدوليه ما تتمشيش بديك الطريقه اللي تنتصوروا. هناك تيكون واحد كاينه تعقيدات كثيره وكاين سياق كثير، وحنا تنمشيو خطوه بخطوه باش كل حاجه تنرسخوها وكل حاجه تنكرسوها في اطار. المهم ان هناك تعاون استراتيجي وتعاون ثلاثي بين امريكا والمغرب واسرائيل. هذا التعاون هذا الرابح الاكبر منه هو المغرب، لانه تكرس الدور الحضاري ديال المغرب في تكريس السلم والامن والاستقرار المغاربه والمنطقه كامله والمنطقه اقليميا كامل. اذا هذا هو الجواب ديالي على السؤال ديالك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.